أهلا بكم مرة تانية. في البداية اسمحوا لي أن أنا أعزي مصر وأعزي أهل الشهيد أحمد بسيوني، وهو أحد شهداء ثورة 25 يناير العظام. والده توفى النهاردة، توفي إلى رحمة الله، ويبدو أنه هو توفي وهو مكلوم بسبب أنه ما حصلش أي جديد في مسألة القصاص لشهداء الثورة. احنا بنعزي اهل الشهيد احمد بسيوني، وبنعزي اسرته كلها في وفاة والد الشهيد، وبنعزي مصر كلها، وان شاء الله تيجي حقوق الشهداء قريبا باذن الله. اسمحوا لي ان انا ارحب الليلة بضيفين، ضيفتين كريمتين، وهم الست ليلى مرزوق ام الشهيد خالد سعيد. اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا حبيبي. ازاي حضرتك؟ الحمد لله، منورانا. ده نورك يا حبيبي. الله يخليك. والست سمر قلاده سناده، وهي ام او الشهيده مريم مكرم نظير. اهلا بيك ست ام مريم. ازاي حضرتك؟ الحمد لله. طيب خليني ابدا مع حضرتك ست ام خالد. يا رب. حضرتك حاسة بإيه النهاردة في يوم الشهيد؟ إحساسك إيه وإنتي موجودة النهاردة في مصر بعد ما قامت ثورة 25 يناير؟ ومش عارف، يعني إنتي شايفة أنه إنتوا في الطريق إلى الحصول على حق خالد؟ إحنا لسه في أول الطريق، لسه ما حصلناش على حاجة، ولسه ما فيش حاجة اتحققت، وهنفضل كده لغاية ما يجي حق شهدائنا وحق أولادنا إن شاء الله. بس إن شاء الله هيجي، مش فاقدين الأمل، يعني إن شاء الله في أمل إن احنا هناخد حقنا، بس بالصبر. الصبر ده سلاح المصريين، بقالنا 7000 سنة بنستخدم السلاح ده. جميل، وفي زيه. كان في ناس كاتبة بتقول عزيزي الصبر. انت مفتاح الفرج، انت غيرت مفتاحك الفرج، انت مفتاح الفرج. الفرج بقى بيقولوا له انت غيرت الكالون ولا ايه؟ صبرنا كتير وان شاء الله هانت، يعني وزي ما شفنا يوم زي 25 يناير هنشوف يوم ترجع طبعا فيه طبعا الحقوق. طبعا بص، احنا كده بنتحارب احنا في ثورتنا، يعني هي مش سهله ان احنا ننتصر بسرعه كده، لازم لسه في تضحيات كمان. متفائله؟ طبعا لازم، هي سهلة؟ انت عايز في سنة او سنة ونص يحصل كل حاجة احنا عايزينها؟ مش ممكن. طيب الناس بتقول لحضرتك ايه في الشوارع لما بتشوفك؟ انت وجه اصبح كأنه ام للمصريين كلهم، او ام شهداء المصريين كلهم، غير الشهداء كل مصر، واللي في الاعتقالات، واللي في السجون، واللي ممسكين، واللي متصابين، انا امهم برضو. دول المصابين صعبانين عليا اكتر من الشهيد. الشهيد نام مرتاح، المصاب بيتعذب. ده عذاب يا ابني، ان ما في اهمال كمان في العلاج، ومحدش بيعالجه، يعني دي اصعب. ما بياكلوش، يعني تهيألي لو ماتوا كانوا ارتاحوا. صعب قوي يا ابني اللي هما متصابين ومرميين دول في الساقعه دي، واللي في السجون كمان. إن شاء الله الحقوق كلها ترجع. دول أهم حاجة والله، لو بصينا فيها دول نمرة واحد يتعامل قبل الشهداء، لأن دول صحيين وحاسين. دي بتوجع قوي إن الواحد روحه موجودة وبتتعذب، لكن اللي روحه راحت خلاص، يعني مبسوطة في السماء وعايشة حلوة هناك، في متهنية في الدنيا في السماء إن شاء الله عند ربنا مع الملائكة. لكن اللي عايش متعذب، ده مصاب ومسجون، صعب قوي. ست سمرة. نعم. أنا عايزك الأول تحكي لي قصة مريم. استشهدت إمتى وإزاي؟ يوم 28، يوم جمعة الغد. يوم جمعة الغد. احكي لي. كنا واقفين فوق على السطح، ما سمعناهاش قدام الاسم. أنتوا منين يا ست سمرة؟ من الزاوية. من الزاوية الحمراء. عند الاسم. واقفين سمعنا زيطة تحت، رحنا طلعنا فوق انا وهي وعمتها وابن الصغير. ما واقفين من فوق طبعا، هي بتصور وكده، كانت بتصور. بتصور. ما بقول لها انزل، بتقول لي نفسها اموت شهيده والله. صدقني قالتها مرتين، قالتها يوم موضوع القديسين
ولادها يوم الموضوع اللي حصل ده. ما احنا بنقول لها انزلي، بتقول نفسها موت شهيده. يعني 16 سنه لسه كانت الخطوبه بتاعتها بعد الامتحان، يعني خلصت الامتحان الخميس اتضربت الجمعه. ما طبعا واقفين فوق سمعنا ايه ضرب نار. انا ما اعرفش ضرب النار ده هيجيب مسافه ايه، لان ما اعرفه عمري ما شفته. بعيد قوي عن الاسم يعني، مسافه مش قوي. مش بس كم عماره كده مثلا؟ عمارتين ثلاثه؟ لا كتير اكتر. ما طبعا جوزي راح ابعت ملاد ما حصل الضرب، قال لي ملاد انزل ايه، نزل امك واختك من فوق عشان طلعوا فوق الاسم يضربوا من فوق. طلعوا بيضربوا من فوق الاسم. بيضربوا، كان بيضربوا من الشبابيك، ناس من الشبابيك وناس طلعت من على السطح فوق تضرب. ما طبعا ملاد نزلنا وهي قالت له لا مش هنزل، انا واقفه فوق. طبعا شدت هي واخوها وما سمعتش الكلام، وقفنا فوق. ما ستها طلعت هتنزلها، احنا واقفين طبعا ايه، ستها طالعه مطلعه الكوبايه شاي وكده، بتقول لي انزلي قلبي مقبوط. ما احنا ايه لسه يعني طلعنا من البيت اللي بتاع الجيران وجينا على البيت بتاعنا، واقفين احنا الاربعه جنب بعض. طبعا الرصاصه عدت من قدام قرتنا الاول، بنتي كانت جنبية وعمتها وستها. ما اعرفش بقى ايه، لقيت بنتي ما ببص ما لقيتهاش، كانت وقعت على الارض. وقعت ولا صرخت ولا بقها نطق ولا حاجه خالص. ببص كده لقيت بقى دم نازل نزيف. ما اعرفش بقى ايه اللي حصل اللي بعد كده. صوتنا قعدنا نصوت انا وستها وعمتها، خدناها في حضننا كده غرقنا دم، كانك حطيتنا في برميل دم وهي بتنزف والدم نازل في زورها. ما طبعا ايه كله ده الشال عندها، الخد ده كله مرصاصه. الرصاصه كانت في الراس هنا؟ هنا جتها في الخد ده. طبعا ايه نزلنا بيها. طبعا في اليوم ده كان في ضرب والتلفونات الله يسامحهم قاطعين الموبايلات. ورحنا بيها المستشفى وكده، المستشفى اليوم الواحد بقى ما جبلوهاش. رحنا بيها المستشفى طبعا ايه، ودانا مع ابوها ما خدنيش معاها، قال لي خليك انت تجيبي لها غيار. انا ما اعرفش حاله بنتي، بس اللي شايفاه كده ما فيش امل، الشكل باين. طبعا ايه جو خدوني، رحت لقيتها بعد عنا كله ده متشال والشرايين مقطوعه، وغير كده جاب لها شال النصفي. يعني الدكتور بيعمل بالقلم في رجلها، رجلها مش متحرك. طلعوها طبعا ايه اهمال في المستشفى، ما حدش لحاجه، سايبينها تنزف. حالات داخله بقى، كان يوم يعلم ربنا، حالات وشباب مرميه في الارض مش لاقيين لها اوضه عمليات. طبعا انا صارخ مع الدكتور اقول له حرام عليك، بنتي بقت تنزف، يحطوا لها فوطه في زورها عشان يشوفوا الدم نازل النزيف شغال. انا صوت طبعا يقول لي اسكت يا ست، اقول له اسكت يا بنتي هتموت تحت ايدك. طبعا نزلوا وطلعوا فيها الخمس دور ودي هتنزف. طبعا طلعوها فين يا مفضيت اوضه عمليات، خرج واحد راح مدخلين اوضه العمليات. كان بعد عنا بغرقت الدنيا دم، جيت ماشيه وراها انا نشف في الدم بالحتت المرميه في الطرقه بتاعت المستشفى، دم على طول بتنزف. دخلوها اوضه العمليات، دخلت الساعه 2 طلعت 6 الصبح في اوضه العمليات. دخلت 2 بالليل يعني؟ بالليل. طلعت الساعة 6 الصبح. طبعا مش عارفة يعني، أنا أسأل كل ما أسأل دكتور يقول لي صلي لها صلي لها. أنا قلبي مقبوض، حاسة إن بنتي مش هتخرج حياة. طبعا بعد ما طلعت من أوضة العمليات دخلوها أوضة الإنعاش وكده. أنا كأني في اليوم ده عمية مش شايفة بنتي، عمية مش شايفة خالص بنتي. ليه؟ بنتي الوحيدة ما فيش غيرها على ولدين. وكانت هي نورة البيت عندي، هي الوردة بتاعت البيت. يعني حاسة ان انا من ساعة مريم ما توفت انا حاسة ان انا ضايعة، مش حاسة بطعم حاجة، مش حاسة بحاجة، وحق بنتي ضاع. واللي وما فيش حد اتحاكم لغاية دلوقتي، واللي ضربوا الشباب دي كلها طلع براءة. ليه الاجسام دي طلعت ليه براءة كلها؟ طب انتوا كنتوا واقفين فوق السطح وما كنتوش بتهاجموا الاسم؟ لا واقفين، بنت اتضربت من على سطح. طب في حد كان بيهاجم الاسم؟ شباب تحت هم بيضربوا، دول بيضربوا يعني اللي الشباب بتضرب بأزايز. بس انتوا كنتوا واقفين على سطح عماره بعيده؟ احنا الرابع. احنا في الرابع فوق، يعني احنا ما لناش دعوه. طب هو مثلا حد ممكن يكون شافها بتصور؟
ممكن احتمال احتمال، بس احنا واقفين ساكتين ما عملناش حاجة. يعني دي ضربت في بيتها، عملت ايه؟ عملت ايه مريم تتضرب في البيت؟ عايز افهم انا بنتي تتضرب ليه في بيتنا؟ فين حقهم بقى؟ فين حق الشهداء دي كلها؟ الاقسام دي كلها طلعوها براءة ليه؟ طب لما الناس نزلوا يوم 25 و26 و27 حضرتك يعني كنت بتقولي عنهم ايه؟ انا بصي انا بقول لك كنت زي العميانه، مش حاسه بطعم حاجه خالص ولغايه دلوقتي نفسي زي حاجه انت كسرها، مش حاسه زي حاجه واخده غيبوبه، مش حاسه بحاجه، مش حاسه بطعم حاجه من غير بنتي. اللي يبرد قلبك يا ست سمر؟ يبرد قلبي الناس دي تتحاكم، الشرطه اللي كانت تضرب في العيال دي ده الاسم الزاويه دي كان متزاره في الشارع، الشباب بتموت. يعني اللي اسمه ابانو عندنا ده ودى 3 حالات، الرابعة بيجيبها راحت الرصاصة جات له من هنا طلعت من هنا، كان بيحول للشباب من على الفيسبوك ويودي المستشفى. اسمه أبنوب؟ اه أبنوب عوض الله. أبنوب عوض الله. اه بيشيل حالات بيودي على الفيسبوك. خد رصاصة في دماغه لأنه كان بيشيل الناس المصابة على الفيسبوك. بيوديها على الفيسبوك في المستشفى. طبعا هو بيشيل الحالة راح ادوها له في دماغه. ما أنت بس شباب زي القمر كلها. فين حق الشباب دي؟ فين؟ فين لغدلك ما حدش يتحاكم ليه لغدل؟ حسن مبارك ما حكموش ليه؟ فين بقى؟ فين الحكم بتاع العيال دي؟ لينا سنة والتانية اهي ما فيش حد يتحاكم لغدلك. دم عيالنا راح كده؟ مش عارف، مش عارفة كل اللي أقوله حزب الله ونعمل وكيل. هو ربنا هو اللي هيتصرف. هو ياخد لأن دم البني آدم ده مش رخيص عند ربنا. طب. دمه غالي قوي عند ربنا. صحيح. وهو اللي هياخد حقه ان شاء الله. ست ام خالد، حضرتك مريتي بمراحل ايه من بعد ما فقدتي ابنك؟ انا من ساعة ما سبت ابني خالد مات وانا ما بروحتش البيت تاني، مش قادر اخش فيه. اللي هو في اسكندرية طبعا كنت عايش انا وهو بس. لكن دلوقتي انا بروح ازوره بس في المقابر، وارجع البيت الاقيه ما فيهوش خالد بس صوره وهدومه وجزمه وحاجته محطوطة. بقعد أنادي عليه وأدور عليه بس بتبقى حالتي صعبة، فبتروح زهرة بقى تقول لي لا ما ينفعش مش هسيبك تعالي يلا معايا. زهرة أخته؟ آه طبعا بتاخدني عندها. لكن طيب يعني المرحلة اللي كان فيها يعني هو طبعا معلش اعذريني سؤال مؤلم يعني المرحلة اللي كان فيها اتهامات لخالد، الاتهامات السخيفة لما حاولوا يشوهوا صورته ما يشوهوا طبعا بيقولوا الفترة ديت انت كان احساس حضرتك ايه؟ بقول حسبي الله ونعم الوكيل. لان انا تفتكري نفس احساس حضرتك دلوقتي هو احساس الامهات امهات الشهداء اللي بيتقال على اولادهم بلطجية وكانوا بيهاجموا الاقسام ومسجلين خطر هم بس يعني هم منفعلين اكتر مني لان انا فاهمة ده يعني عارف الاتهامات دي ده خير ليا انا يعني بياخدوا سيئاتي وانا باخد حسناتهم. كل ما يشتموا فيا وبيقولوا كده على احمد كمان يهودي وهو مسلم واحنا أحمد من أحمد ابني اخو خالد بيقولوا عليه يهودي مش حاطط له الطاقيه على راسه. أيوة في الصوره. أيوة. وقالوا زهره مين اخو مراته. مين اللي قاله؟ الاخبار والاهرام وفي الصحف طبعا وشوهوا منظرنا وان احنا تجار مخدرات والكلام ده. طب المخدرات اللي جايه بقى اليومين دول كتير قوي وخالد مش هنا، مين اللي بيجيبها دي؟ قول لي مين بيتاجر فيها؟ مش احنا يعني؟ طب سايبينهم ليه؟ يعني افرض خالد بيعمل كده، طب موتوه ليه؟ طب ما يحاسبوه، وسايبين دول ليه؟ طب ليه الاتهامات دي؟ اولا المتظاهرين اللي كانوا بيمسكوهم من تحت بيتي وما بيشربوش سيجارة قالوا عليهم كده برضو. مال ده يثبت ان هو خالد مظلوم، فيا بخت اللي جت مظلوم وما يباتش ظالم. يا عيني على الظالم ده، والله صعبان علي وانا مش عايز حسن. حضرتك قلبك كبير قوي لدرجة ان انت صعبان عليك الظالم. لانه غلبان مش عارف اخرته سودة ازاي، مش عارف هيقابل ربنا ازاي. انا عمري ما شفت حب غلبان جدا. انا بعيط عشانهم لان هم السكينه سرقاهم عمالين يظلموا
طب فوق ده اسمه ايه ده اللي مات بعد ساعة، اسمه ايه ده اللي كان مرشح نفسه واخوه موجود كده، مش فاكرة اسمه كويس، كان مرشح نفسه وكان في المجلس. جنزوري ولا لا لا طلعت سادات؟ لا 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 ايوه طلع. ده كان فيه، كان عيان ولا مريض ولا حاجة، كان في اجتماع ومروح، مات قام الصبح ميت. طب هما ما يفكروش في الساعة دي؟ طب حضرتك صعبان عليكي مبارك علشان او يعني صعبان أيوة عليك الظلم عشان اخرتهم سودة أوي. طب ايه رأيك في اللي صعبان عليهم مبارك لانه هو رجل عظيم لا مش عشان وبطل عظيم. الحرب لا لا ازاي عظيم، ازاي عظيم، انا طول عمري بقول بابا حسني ماما سوزان لاحفادي ولولادي، وبعدين في الاخر يطلعوا عصابات، طب انا اواجههم ازاي واريهم وش عيالي ازاي؟ انا بقول لهم ما تزعلوش مني، انا ما كنتش اعرف، انا مش ما عرفتش اربيكوا كويس، لا انا ربيتكوا كويس، بس انا اتصدمت خدت في ضهري سكينه قبلكم. حضرتك ربيتي خالد على كده ان الـ ان الـ ان بابا حسني بابا حسني دلوقتي بقول انا اتصدمت في ابونا، ده ابونا ده هو احنا كلنا ولاده. طب هو طلع كده في الاخر بعد ما تربينا، بعد ما 30 سنه و60 سنه عدوا، يطلع كده في الاخر احنا يبقى شكلنا ايه قدام عيالنا واحفادنا؟ ازاي يعني ما عرفناش نربي؟ الحل يا حاجه انه رئيس الجمهوريه يبقى. طب انت ما ابوك تسمع عليه بقى كده ان هو كده بعد ما رباك، عايز تعمل فيه ايه؟ طب عايز تاكله حته حته، مش تقتله؟ انا مش عايزه اموته ولا عايزاه يتعدم ولا العصابه بتاعته، عايزاهم يعيشوا يتفرجوا علينا. ممكن نعمل الموضوع دوت في الفاصل، نشوف هنعمل ايه في الفاصل. طبعا طبعا نطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل. اهلا بيك.